يلا يا ولاد مش عاوزين نتأخر على الباص. ايه ده انتوا لسه مخلصوش الفطار؟ السندوتشات اهي والعصير اللي انت بتحبه. ماشي؟ وانت يا زوز وقمر السندوتشز والعصير. اوكي كده يا زوزو كده مخلصتيش فطارك؟ يلا يا قلبي يمكن معلقة واحدة عشان خاطر بابي؟ ها؟ يلا حبيبي يلا. هي مامي فين؟ سافرت بلد بعيدة في آخر القارة فيها إليفانتس كبيرة تمشي جنبيها في الشارع. على فكرة ده مش حقيقي. وكروكودايلز. طب هي هترجع امتى؟ هترجع اكيد لازم ترجع، هي ملهاش غيرنا يعني لازم ترجع. بس عارفة انا عندي فكرة تانية، ايه رأيك نسجل لها فيديو ونبعته لها على الواتساب؟ ماشي. بس نقول لها ايه بقى؟ نقول لها ايه؟ ولا اقول لك تيجي نغني لها؟ ماشي. ها؟ ماشي. إيه، انت حافظه ايه اخر اغنيه في المدرسه؟ اي بي سي. اي بي سي؟ خلاص يبقى نقول لها اي بي سي. يلا. اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام بي كيو ار اس تي يو في دبليو اكس واي ان زي. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me. ليلى وحشتيني يا مامي. وحشتيني قوي يا مام. ارجعي بقى يا مامي. ارجعي بقى يا مام. يلا باي باي يا مامي. باي باي. اهلا يا حنان، اتفضل. تشربي ايه؟ ده شيك ب 30 مليون جنيه يستحق كمان 3 شهور بتاريخ الجلسه الجايه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عشان ما اخليكش تتنازل عن القضيه وبعدين ارجع في كلامي او ارجع لجوزي. الشيك ده يضمن لك ان انا لو عملت كده تقدر تسجني في اي وقت وان روحي تبقى في ايدك، ويثبت لك ان انا مش بضحك عليك. ايه بس انتي ما بتحبنيش؟ انت قلتي انك ما بتحبنيش. اعتقد ان الحياه علمتنا ان الجواز مش حبه بس، الجواز حاجات تانيه كتير. وبعدين يا سيدي بلاش جواز، كفايه انك خدت حقك مني، انك انتقمت خليتني سبت جوزي واتطلقت منه زي ما سبتك زمان. الشيك ده يضمنك ان انا لو عملت كده تقدر تسجنني، مع اني متاكده انك مش هتعمل كده عشان انت لسه بتحبني. خد وقتك يا ايهاب وفكر. انا عارفه ان الموضوع ده هيعمل مشاكل بينك وبين اخواتك،
لأنهم رتبوا نفسهم على الفلوس دي. فكر، أنا مستنية منك رد قبل الجلسة، كمان 3 شهور. تشربي حاجة يا طنط؟ مش عايزة. فين الولاد؟ في المدرسة. ايه؟ المدرسة ايه في الظروف الزفت اللي احنا فيها دي؟ لا، ولازم كل حاجة تمشي زي ما كانت تقى بتعمل بالظبط، عشان لما ترجع ان شاء الله ما تحسش بأي تقصير من ناحية دي. ترجع؟ ترجع من ايه؟ ترجع منين؟ بنتي بقالها 3 أيام ما نعرفش عنها حاجة، مش عارفين إذا بقت عايشة ولا ميتة، مخطوفة ولا طفشت، ولا إيه اللي بيحصل بالظبط؟ أعوذ بالله، عايشة، عايشة إن شاء الله وهترجع. حسرة قلبي عليك يا بنتي، حسرة قلبي عليك، عشت عيشة مش عشتك، وتخيلت إنها عشتك، وأنت السبب، أنت السبب. عايشتها أحلى حلم وصحتها على كابوس، طلعتها 7 سما ونزلتها على جدور رقبتها. منك لله يا شيخ، منك لله يا شيخ. أنا بنتي لو جرى لها أي حاجة ذنبها هيكون في رقبتك. منك لله، منك لله. ليه كده؟ ليه؟ ليه؟ حرام عليك، كفاية بقى، كفاية. أنا مش قادر أفهم أنا عملت إيه، غلطت في ايه؟ غلطت ان انا كنت عاوز اسعد بنتك واجيب لها الدنيا كلها تحت رجليها؟ طب ما هي حبيبتي ولازم اساعدها واجيب لها الكون كله تحت رجليها. غلطت ان انا كنت عاوز اعيشها عيشة القصور والأمرة؟ طب ما هي أميرة وتستحق تعيش احسن من الأمرة كمان. غلطت ان انا كنت عاوز اسفرها تعيش في كندا زي ما هي طول عمرها كانت بتحلم، مش زي ما انا كنت بحلم، لا زي ما هي كانت بتحلم. كنت مستعد ان انا اروح معاها لغايه اخر الدنيا لمجرد بس ان انا اشوفها سعيده ومبسوطه. انا بحبها. تفتكر هي دي، هي دي غلطتي؟ إن أنا بحبها؟ بس أنا مش هسكت، مش هسكت. أنا هقلب الدنيا، هدور عليها في كل حتة، وهترجع، هترجع يا طنط إن شاء الله. بس يا حبيبتي، بس ان شاء الله هترجع. ضيا، ضيا، راح فين؟ راح اتمشى. هتتمشى فين؟ طب خد لك مشى معاك، انا كمان نفسي اشم شويه هوا. لا معلش يا بابا، عايز ابقى لوحدي. معلش تبقى لوحدك؟ تبقى رايح تتهبب تاني ليه؟ قبل كده
ليه يا ضيا؟ يا بابا انا مش عايز صغير، سيبني لوحدي معلش. لا 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 مش هسيبك، لا مش حس... لا مش هسيبك يا ضيا، مش هسيبك. ضيا الله. صحيح يا داليا، هو انت ليه مأجله موضوع الخلفه انت وهاني؟ والله يا حنان يعني انا كان نفسي، بس مش عايزه اخلف دلوقتي لان لسه ما فيش بيت بتاعي انا وهاني، وبعدين انا رجعت تاني بيت حماتي، اكيد طبعا مش هخلف وانا قاعده في وسط الجرمق ده كله. هو مش هاني فتح المعرض ولقى شريك؟ ليه ما بتجيبوش بيت؟ الفلوس دي في السوق يا حنان، ما بتتلمش بسرعه كده، وبعدين هو لسه بادئ، ادعي له بس ربنا يكرمه وان شاء الله ربنا يفتح علينا ونجيب بيت ونخلف بقى كتير عيال كتير ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. بابا يا كمان يا بيه. اهلا وسهلا. عامل ايه يا بابا؟ وحشتنا قوي. الحمد لله. كمان قوي. ازيك يا داليا؟ الحمد لله. ازيك يا حنان؟ ازيك يا حبيبي. ماما جوه في المطبخ. يا حبيبتي اهو. عامله ايه يا حنان؟ صحتك عامله ايه في الحمل؟ بقول لك ايه، انا بتعايل عليه من اول رمضان ومن بعد ما ردك انه يجي يفطر معانا، انا ما صدقت انه وافق. خدي بالك من كلامك، بقالك اسبوع عماله تحفظيني الكلمتين دول، حفظتهم يا منيره خلاص. ما انا عارفاكي لسانك بتبري منك ومش بتسكتي. لا اطمني يا اختي، انا نسيت اني متجوزاه اساسا. ربنا يهني سعيد بسعيده، الهي ربنا يولع فيها. خلي بالك الدعوة قبل الفطار مستجابة. والله بجد ربنا ياخدهم هما الاثنين. عار اسود بتدعي على اخويا قدامي، انت تعبتي في مخك يا بنت ولا ايه؟ يستاهل. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا الاماني، واكفنا الاعادي، واصلح لنا شاننا كله، واغفر لنا واهدنا وارزقنا، فانت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. يا رب بحق جه النبي ما تضرني في أولادي واهديهم يا رب. والنبي يا رب منيرة تجيب اللي بطنها بالسلام وتفرحها بيه يا رب. يا كمال ربنا يهديك لمراتك وولادك من غير ما تظلم مراتك التانية. وحنان يا رب اهديها، صحيها من غفلتها، قومها بالسلامة، واصلحها على جوزها ورجعها بيتها يا رب. يا رب يا عمر تطمن قلبك على مراتك أم ولادك، مطرح ما تكون صحية ولا ميتة يا رب طمن قلبه عليها يا رب. ارزق دلي وكرمني في يوسف يا رب، اجعله الابن الصالح اللي يدعي لي يا رب يا رب يا رب. يلا يا ماما الأكل جهز وأخواتي كلهم برا مستنيينك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معين يا رب. عليه الصلاة والسلام. يلا يا معين يا رب. تعالي يا معين. العزة والعظمة ليك يا رب. تفضلي ماما بالريق. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت. الحمد لله. يلا حبيبتي. كفايك. هاتي. اتفضل. خدي حبيبتي. هاتي الكوباية اللي عندك. انا عايز خشاف. عايزة خشاف؟ ناويني كوباية. عمر فين؟ مش هيجي يفطر معانا؟ لا يا ماما هو لسه عايز ينام. ينام؟ هو نايم ولا عامل نفسه نايم؟ خليه يا ماما النوم احسن. احسن له في ايه بس؟ خليه يقوم روحي اندهيه، خليه ياكل مع اخواته، ده احنا ما تلمناش مع بعض من اول رمضان. حاضر يا ماما امسكي. انا هاخد ده لحسن انت بتلمي القراصيه وتهفيها لنفسك وما تاكليش الجناح والانصه. انا ما بحبش العظم، انا بحب اللحم. حنان احط لك تاكلي يا حبيبتي؟
يا حبيبتي شكرا. ايه يا حبيب اختك؟ هو ينفع اللي انت فيه ده؟ احنا في رمضان بقالك 3 ايام ما كلتش، يعني ولا بتاخد ثواب الصيام ولا حتى بتاكل. ومنين نفسي اكل بس يا منير؟ سيبيني في حالي والنبي. طب هو ينفع؟ ماما قاعدة برا مش هي لوحدها، هي واللمة كلها، وحالفة ما تاكل لقمة غير وانت موجود. على فكرة تعرف ان ماما بتصوم وبتاخد دواء بعد الأكل، انت حر بقى. رمضان اللي فات كنت باجي انا وتقعد نفطر معاكم، دلوقتي تقع مش موجودة، دورت عليها في كل حتة مش لاقيها. أنا مش عارف أعيش من غيرها منيرة، مش عارف أكل ولا أشرب ولا أنام، أنا ما بنامش خالص، أنا حاسس إن أنا مش موجود. ذنبي إيه أنا؟ ذنبي ان طلع لنا في البيعه خازوق اسمه ايهاب؟ ذنبي ان ماما مش عايزه تشهد تقوم تسيبني كده وانت عليها يا منيره؟ وانت عليها هتسيبني كده؟ استغفر ربنا يا حبيبي، استغفر ربنا، استغفر الله العظيم. الحمد لله ان انت مش قاعد لوحدك، بالك لو قاعد لوحدك على الحالة اللي انت فيها دي كان زمانك عقلك ذهب. انت لازم تنشف وتجمد، وانا قلبي بيقول لي نتوقع ان شاء الله هترجع، بس لما ترجع لازم تلاقيك انت كمان بصحتك. ما ينفعش اللي انت عامله في روحك ده. وبعدين بناتك ليه بعيد؟ ليه يقعدوا عند حماتك؟ ما يجوا يقعدوا معانا هنا مع اولاد كمال، أو هيملوا علينا البيت ويخففوا عنك حب. مش قادر أشوف حد، مش قادر أشوف أي حد، نفسي فيها أوي، نفسي أشوفها. يلا يلا عشان ماما، يلا عشان ماما تاكل لقمة. قولي يا حبيبي. يلا بالهنا والشفا. الجلسة يوم 28 رمضان، انتوا فاكرين مش كده؟ هي أشعة الشروق خلصت تشطيبات ولا لسه؟ المهندس قال بعد العيد. يعني انت هتطلعي من هنا على الشروق وانا ارجع على بيتي ولا ايه؟ زي ما انت عايز، مش فارقة. أحسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الأستاذ شاكر مش موجود ولا إيه؟ هو حضرتك واخد ميعاد يا حاج؟ هو الحقيقة مفيش ميعاد، بس أنا بكلمه في التليفون ما بيردش عليا، وأنا عايزه في حاجة مهمة. هو عنده ناس ولا إيه؟ لا هو مش موجود دلوقتي، بس احتمال كده يجي كمان ساعتين تلاتة. السلام عليكم. ايه يا جدع انت؟ تعالى هنا. ايه سلام عليكم. حاج خالد كل سنه وانت طيب. سلام طبعا اساسي. يعني انت كنت بتعمل ايه جوه؟ المحامي بتاعك طلب يقعد معايا، يا ريت بقى تخش تشوف هو كان عاوز مني ايه. بتخوني يا شاكر؟ بتبيعني يا واطي يا محامي يا رمة يا ابن الكلب؟ بس يا حيوان، انا مش رمة. اتكلم كويس يا خالد، يا مخلوف تاريخك كله عندي. انت ازاي تجينا من غير ميعاد؟ ميعاد مين يروح امك؟ انت فاكرني داخل دار القضاء العالي؟ بقول لك ايه؟ خد دي. الواد ده كان عندك بيعمل ايه؟ رد عليا، اتكلمته في ايه؟ رغيته في ايه؟ انت انا هعدي لك اللي انت عملته ده
عشان حاجة واحدة بس، مصلحتي. واطي مش مهم، مهم النسبة بتاعتي في البيعة دي هتيجي من أني داهية، منك أنت ونسايبك ولا من إيهاب وأبوه. البيعة دي لازم تتم من خلال أنا، والفلوس تبقى في إيدي. اوعى تكون اتهبشت في دماغك يا شاكر يا درغام، وصلت الاسم إيهاب ده بالمستثمرين اللي عايزين يشتروا الأرض. لسه سيكا، بس لو عايز أوصله هوصله. هفضل يعني خفي عنهم لحد إمتى؟ أنت مالك بتتكلم عن الليلة كده كأن الأرض بتاعت اللي اسمه إيهاب؟ ما الوضع ده لو فضل مستمر لآخر الأسبوع القاضي هيحكم له وهيبقى هو صاحب الأرض. لا، الجلسة دي لازم تتأجل. آه لازم تتأجل طبعًا. يا ربنا أكرمنا في الجلسة الأولانية لما قدمنا الشهادات المرضية المضروبة. المرة دي بقى الست تعبانة بجد ورقدة في البيت، والشهادات المرضية في جيبي. قلت إيه؟ الست لازم تروح المحكمة حتى لو على نقالة، لأن لو ما راحتش القاضي هيقول إنها ممتنعة عن الشهادة، وساعتها بقى الأرض هتروح لإيهاب. يعني هو ده اللي عندي. وما تعملش الزعابيب بتاعتك دي عليا تاني، وما تمدش إيدك عليا لحكسرها لك. يلا يلا مع السلامة، وما تجيش هنا من غير معاك. يلا مخلوف. يعني ايه؟ يعني ايه شفته نازل من عند شاكر المحامي؟ يعني ايه؟ يعني خلاص يا دكتور، احنا اتبعنا، هم قاعدين يتفقوا من ورانا، واحنا هنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا. والله يا جماعه انا بقالي فتره كده ساكت ولا مؤاخذه، يعني حاطط البلغه في بقي، بقول يمكن تتحل من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس لا مؤاخذه لقيت شاكر درغام حط ايده في ايد ايهاب. الله، طب ما كده هيرسيه على الدور وهيعرفه بالناس اللي هتشتري الارض. طب احنا نعمل ايه بقى؟ نحط ايدينا على خدنا ونقعد نتفرج؟ يعني لا مؤاخذه نسيبها لهم متخدره، ها؟ والجلسه قدامها كام يوم؟ جرى ايه يا جماعه؟ مش كنا فضيناها سيره وخلاص بقى الفلوس النحس دي غارت في داهيه؟ ما احناش عايزينها دي وش خراب. قسما بالله يا منيره، لو ما قطمت في الكلام لو اخدك قلم بظهر ايدي على بوسك المدلدل ده اللي جايب لنا الفقر. ما تلم نفسك شويه وليا. ايه يا جدع انت؟ ايه الله، انت ما عادش عارف يلمك ولا ايه؟ الله، ايه امتى دلوقتي الكلام ده؟ الله، انا مش قلت لك ما تجيبش سيره الارض الزفت ولا الفلوس الزفت بكلامك الزفت ده قدام الست المريضه دي؟ انتوا عيله خلل، اقسم بالله انا بتعامل مع مجانين. عمر، رايح فين يا عمر بلبس البيت ده؟ ما ترد علينا يا باشمهندس. يا عم ما ترد علينا، وفي ايه بالظبط؟ انت اللي فيه ايه؟ ايه؟ مش مكفيك اللي حصل من ورا فلوس الزفت دي؟ شايف عمر حالته بقت عامله ازاي؟ ايه؟ انت هتهمد لما نقع قدامك واحد ورا التاني؟ يلا لو سمحت، يلا لو سمحت اتفضل بقى، اتفضل بقى عشان ما نقلش منك. انا بقول لك اهو، يلا انا ورايا مشاوير، يلا تنزل معايا. انا ورايا شغل وهنزل، يلا اتفضل. يلا انا نازل يا ماما، عندي شغل، اول ما اخلص هرجع ان شاء الله. خليك انت معانا شويه يا ابني. اما اخلص يا ماما، اما اخلص اتفضل لو سمحت اتفضل. وايه اللي ننزل يا ماما؟ لا اقعد يا كمال، وانتوا عمالين بتعزموا على بعض وسايبين المصلحه اللي احنا بنتكلم فيها دي، انتوا ايه مش فاهمين حاجه؟ عيله خلل. اسمعوا لي كويس، كبير وصغير هيندم في يوم من الايام، وهفكركم وانتي اكتر واحده هتندمي فيهم يا صفيه. الله، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمها هتندمي يا حاجة صفية. يا عم عندنا في حتة انت كمان، ايه ناقصاك؟ ايه القرف ده؟ مش الطريقة دي. عم ما فهمتش كلام بقى، قرف. هجيب لك مية يا ماما.
شكرا يا مستر. عفوا يا سيدي. عايزك اول ما تروح تطلع الملخص الورقتين اللي كتبتهم لك دولت وتقعد تقرا فيهم لغايه ما تسحر. خلاص؟ حاضر. تاخد دش وتنام على طول. حاضر. ربنا يستر بس والنبي. ما تقلقش الامتحان هيجي سهل ان شاء الله. بكره اول ما تخلص الامتحان تكلمني قبل ما تكلم مامتك. حاضر. سامع؟ حاضر. تطمني الاول. ضروري. شكرا. يلا خد الكنافه بتاعتك اهي. دي هتخليك تحل كويس في الامتحان. ان شاء الله. جه. يلا. مع السلامه. مع السلامه. الو. ايوه هو نزل لك اهو حالا. ايه فضي؟ عربيه فضي على اليمين. فضي. حاضر. طب هو جاي لك اهو. شكرا. الو. كريم راجع لك دلوقتي. ايوه كنت بقى بتقولي لي ايه؟ بتقولي لي انك خايفه لحسن التمثيليه دي ما تخشش عليه؟ والله. طب ايه رايك بقى ان هو النهارده بيقول لي انه زعلان ان الامتحانات جت لانه هيقعد طول الاجازه مش هيشوفني. يلا طمنيه بقى وهديه كده وسحريه كويس عشان بقى. مستر كمال؟ ايوه. في حد ساب لحضرتك الطرد؟ انا؟ حد ساب لحضرتك الطرد؟ ليه انا؟ ايوه. متشكر. النسخة التانية من الفيديو ده زمانها دلوقتي وصلت للجنة في البيت. على الله بس ما تقعش في ايد كريم. تعبني قوي الفيديو ده. مش سهل خالص تقنع واحد ضميره ميت ان هو يخش اوضة في اوتيل عشان يزرع كاميرا وبعد كده يخش تاني عشان يشيل الكاميرا. طبعا ده غير شغل المونتاج عشان نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة والهري ونركز بقى في الاكشن واللحظات المثيرة الحلوة. بس دي شغلانتي. وانا بعرف اعملها من زمان قوي وبعملها كويس. عايزك بقى ايه؟ تتمزج وانت بتتفرج على الفيديو ده. وبعد ما تتفرج عليه وتتبسط عايزك تكلمني عشان نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. هاهاهاها